تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يوماً تلو الآخر، ومع ذلك بدأت الحكومة في تنفيذ خطط للتعايش مع الفيروس الذي لم يتم التوصل إلى علاج له حتى اليوم. ولمعرفة كيفية التعايش مع الفيروس في ظل تزايد الإصابات، معي الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية. أرحب بك دكتور محمد. أهلاً بحضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. برأي حضرتك، كيف تتجه الحكومة للتعايش في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا؟ شوف حضرتك، احنا بنقول أولاً احنا بنتعامل مع فيروس جديد نسبياً 4 شهور تقريباً. تاني حاجة، للأسف شديد لا يوجد لقاح له أو علاج مؤكد حتى الآن. تالت حاجة، يعني مش معروف يعني هينتهي إمتى. يعني حتى لأي دولة النظام المنحنى الوبائي بتاعها، يعني في بعض الدول زي الصين مثلا خلاص في البيك وصلوا له من فترة وفي الانحسار، ولكن احنا مثلا على سبيل المثال في مصر لم نصل للبيك للذروة بعد. ومن هنا يعني موضوع للأسف الشديد احتمال امتداده فترة طويلة. من هنا يعني مع التحدي الاقتصادي فلازم دفع عجلة الإنتاج، وفي نفس الوقت ان انت تضمني بقدر الامكان ما يحصلش فيه تزايد في حالات الاصابه والوفيات. هي معضله الاثنين غالبا بيبقوا يعني حاجات ضد بعض شويه، ولكن في دور هام للحكومه ودور هام للمواطنين. ابدا بالمواطنين سريعا. لا لا، هنتكلم عن المواطنين وعن الحكومه، ولكن خليني، حضرتك قلت انه احنا لسه مصر لم تصل الى مرحله البيك. طب امتى تصل لهذه المرحله؟ امتى نقول ان احنا وصلنا لها مرحله الذروه؟ هنقول ان مصر وصل مرحله الذروه عندما تبدا الحالات في يا اما حاجه اسمها بلاتو او الهضبه، انها بتبقى في يعني امتداد افقي، الحالات ما تبقاش ترتفع عن اليوم اللي قبله فترة معينة وبعدين تقل الحالات. والإقلال بيبقى مستمر، يعني الحالات تنخفض بصفة مستمرة. طول ما احنا بنلاقي فيها حالات، وممكن يوم عن يوم بيقل شوية وبعدين يطلع تاني يوم، احنا لم نصل لمرحلة الدوام. لكن مجرد ما نوصل للبلاتو أو انخفاض مستمر لعدد الحالات، وخليني أقول لحضرتك إن المنحنى الوبائي لا يدرس يوميا، ما ينفعش إن هو يوم بيوم، لازم يكون فيه حاجه اسمها كيوموليتيف او عدد احصائي، فالتقدير الاسبوعي او كل اسبوعين بيبقى افضل احصائيا يعني. الملتزمه بيه وزاره الصحه. طيب أيوة. عدد من اطباء الحميات نشدوا المواطنين بمزيد من الالتزام، محذرين من الوصول الى اعداد مضاعفه من الاصابات خلال الفتره المقبله. مناشدات الاطباء دي الا تتنافى مع خطه التعايش من قبل الحكومه؟ هو الاثنين في نفس الاتجاه، يعني مناجهه اطباء او بعض اطباء الحميات للمواطنين ده بتبقى اساسي. يعني انا دور مواطنين اساسي. احنا المشكله كلها حضرتك ان في مساله التجمعات، فمساله ان انا امنع التجمعات ده الاجراء الامثل في الاجراءات الاحترازيه واهم يعني عامل. فان انا امنع التجمعات دي مهمه. احنا بنقول يعني الالتزام المنزل ده اساسا، ولكن احنا يعني اكثر من 80% من الشعب المصري بيعتمد على قوت يومه، يعني يوم بيوم زي ما بيقول يعني. فمش هنقول يعني نقدر نقول لا، يعني احرم نفسك، وخصوصا الموضوع مش معروف نهايته امتى. يعني لو نهايته بعد اسبوع اوكي، نهايته اسبوعين اوكي، لكن غير معروف يعني الموضوع ده هيمتد لغايه امتى. فهنا مساله التعايش تبقى هامه جدا. لو خرجت يعني انا كمواطن بقى، لو خرجت لازم في اجراءات احترازيه. طب يا دكتور اسمح لي البعض نعم. اسمح لي دكتور نحاول افهم من حضرتك. البعض بيتساءل اذا كانت احنا في خطه موضوعه منها مثلا الحظر اللي احنا الموجود حاليا في مصر، ومع ذلك الارقام في تزايد. يمكن بالامس حصل او من الايام الماضيه تم التصريح بانه 900 الف دول واقعين دول مخلطين لحالات، وبيتم توقيع الكشف عليهم باستمرار للتأكد من خلوهم من الفيروس، بخلاف الأرقام المتصاعدة لعدد المصابين الموجودين في مستشفيات العزل. طب إذا فتحت أنا أو خطة الدولة أنه فيما بعد رمضان هيكون في تعايش بشكل كبير، إزاي هقدر أحجم ده؟ إزاي هقدر أعرف عدد المخالطين وعدد المصابين وأعمل عينات بشكل كبير عشان أقدر إزاي هقدر أحجم المرض في هذه الحالة؟
هو ده طبعا نقطة مهمة جدا. احنا بنخاف دايما حضرتك من نقطة اللي هي كوميونيتي ترانسميشن او الانتشار المجتمعي، ان احنا يعني تحصل حالات وما نعرفش نوصل السبب مين. يعني دايما في التسلسل الوقائي والتقصي الوبائي اللي بيعمل ان انا بلاقي في تسلسل في حالات ظهرت كونفيرمد بالبي سي ار، بشوف المخالطين وابدا اراقبهم عند حدوث اعراض، بعمل لهم تحليل بي سي ار. واحنا طالبنا كمجتمع مدني برضو الى زياده عدد الفحوصات التشخيصيه، لان الاعداد المعلنه حتى الان هي مرتبطه لحد كبير بعدد الفحوصات. يعني احنا نختلف شويه عن بعض الدول حتى القريبه مننا زي السعوديه والامارات، ان هناك عاملين دلوقتي الاكتف سكرين. اكتف سكرين ان انا بعمل عينات عشوائيه، بعمل موبايل يعني سكريننج، عربات متنقله، مراكز موجوده لحتى الشخص ان هو يقدر يشوف الوضع. احنا لغايه دلوقتي نتيجه في بعض العوامل اللوجستيه فاحنا ما وصلناش لمساله الاكتف سكرين، ويمكن ده مطلب لينا ان احنا لو عملتي اكتشاف مبكر للحالات هتعرف تقدري حجم الاصابات مكانها فين، بتعمل لي السيرفيلانس والتقصي بطريقه اصح، بتوصل للمخالطين باسرع، بتعمل لي عمليات التطهير لاماكنهم. هنا ببدا فعلا خطوات فعليه الحاسمه لانحسار المرض، ويمكن التجربه الصينيه كانت اكبر مثال لكده. على مستوى الدول العربيه احنا شفنا الاردن طبقت لحد كبير، لان يعني عندهم كام يوم دلوقتي من غير اصابات. فكل موضوع له مزايا وعيوب. اللي بالنسبه للحظر الكلي له مزايا ان انا بقدر اتحكم في الموضوع ده. الحظر الكلي زي ما احنا قايمين بيه له بعض العيوب، ان الاوفر كراوندنج الزحام بيبقى ايه لسه مستمر خصوصا ما قبل ميعاد الحظر. فطبعا كل شيء له ايجابيات سلبيه. يعني دلوقتي مساله المتوقع وخطه الحكومه للتعايش خاصه بعد العيد، احنا بنقول حاجات. طب في حاله معينة خطه الدوله، خطه الحكومه للتعايش، هل احنا في حاجه لعزل كلي، لحظر كلي حتى للتحجيم اكتر، بما انه الاعداد تعتبر الى حد ما اي نعم هي في ارتفاع ولكن معقوله بالنسبه للارقام الاخرى، فهل ممكن يكون في حظر كلي مبدئيا قبل التوجه الى التعايش الكامل مع الفيروس؟ والله هو سيناريوهين. يعني احنا ما اقدرش اقول دلوقتي ان احنا حظر كلي هنبداه، وخد حضرتك خصوصا ان احنا الاعداد اللي هي يوميه مش متتاليه. يعني انا عايز اسال الساده المشاهدين ان العدد بيفرق رقمي وليس متوالي، مثلا 100 بلاقي ثاني يوم 200 بلاقي 400 وهكذا. لا، احنا ما وصلناش للمساله دي. فمساله الحظر الكلي كان الناس المؤيدين له كان المفروض يحصل من فتره، وتكون فتره بسيطه زي ما الاردن، زي ما كوريا الجنوبيه، زي ما الصين عملوا، ودي التجارب الناجحه. ولكن انهاو احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا نقوم بحظر جزئي، ولكن للاسف بيحصل برضه تزايد في الحالات الاصابه، انه برضه الوفيات فيها نسبه متزايده. يمكن ده برضه كوتشن مارك ومحل تساؤل، سبب تزايد نسبه الوفيات بالنسبه لعندنا. طيب وزير التعليم العالي دكتور صرح ان مصر الاولى على مستوى افريقيا والشرق الاوسط في التجارب الاكلينيكيه لمجابهه كورونا، الى اين وصلت مصر في هذا الشان؟ شوف حضرتك، احنا مصر يعني عملت اجريمنت مع منظمه الصحه العالميه ان احنا من الدول اللي احنا في الدراسات الكلينيكيه التضامنيه باشراف ال WHO، وفعلا الافيجان دي بيدخل في جزء منها. عقار ريمديسبير تم قراره بموافقه مشروطه طوارئ من الـ FDA، برضو مصر دخلت في هذه التجربه الملكيه بالامم المتحده، المنظمه المتحده العالميه هي سبونسر للتجربه. لا، احنا اوريدي يعني بادئين في الموضوع ده، وحسب الكلينيكال ترايلز وحسب الاصول العلميه، وان شاء الله الموضوع ماشي بشكل علمي. احنا لنا مجال متقدم جدا في البحث العلمي. يعني طب يا دكتور، بهذه المناسبه يمكن من اسبوعين كان في قرار ببدء التجارب السريريه على عقار الافيجان، بما ان حضرتك ذكرته، على 50 مريض، ثم بعد ذلك صرحت منظمه الصحه العالميه بعدم فعاليه عقار الافيجان لمعالجه او مجابهه فيروس كورونا. هل احنا وقفنا التجارب السريريه على الافيجان؟ لا طبعا، عشان نقول ان هو يعني منظمه الصحه العالميه يعني
بتطلع تقارير، ويمكن تقارير بتبقى مبدئية وليس التقرير النهائي، عشان نقول ان عقار نجح او لم ينجح، واهم النجاح درجة امانه، دي لازم ان انا ادخل بالتجارب السرية بطريقة العلمية. فاحنا دلوقتي ما زلنا في دور البحث العلمي بالنسبة لي، خاصة العقارين اللي هو الافيجان وريمت سبير، ما نقدرش نقول دلوقتي الفعالية او الامان الا بعد انتهاء التجارب الكلينيكية. أشكرك جدا دكتور محمد عز العرب، أستاذ البطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، شكرا جزيلا يا فندم. العفو يا فندم.